السلام عليكم، اهلا بكم مره تانية في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب يوميات ام زد او يوميات ميزو. النهارده هقدم لكم اكله، لاننا خارجين من العيد وكله كان عنده لحمه وكلام من ده. هقدم لكم اكله كلنا بنحبها وهي فتت الكوارع. تعالوا يلا نشوف هنعملها ازاي بطريقه بتاعتنا مختلفه وبسيطه شويه. يلا تعالوا نشوف كده. الكوارع بعد ما جايه متقطعه نغسلها طبعا كويس جدا جدا، وبعد كده ندعكها بالملح وبالخل عشان اي زفره او اي حاجه فيها تتشال. زي ما انتم شايفينها بقت بيضه ونظيفه كده. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ تاني بعد ما نضفنا نجيب حله فيها ميه طبعا، نحطها على النار لحد ما تغلي. تغلي نبتدي نحط الكوارع، تاخد غلوه كده. نسيبها لحد ما تاخد الغلوة. نحضر حلة تانية نحط فيها نقطة زيت وفص مستكة وفص حبهان. عشان نشوح فيها الكوارع كده. الكوارع هي بدأت تغلي، نخليها تاخد غلوة كده خفيفة عشان برضو ايه زيادة نظافة، نشيل منها اي زفارة اي حاجة فيها. هنا الزيت سخن، نبتدي نطلع بقى من الكوارع ونشوحها في الزيت. نطلع واحدة واحدة من الحلة. بعد كده بنحط ورق لوز، نزودها بالميه بعد ما خلصت التسويحه من على التندور. نكون مجهزين بصلاية صغيرة مقشرينها طبعا، نحطها في الشوربة زي ما هي. طبعا البهارات، الفلفل الأسود، البصلاية مع ورق اللور طبعا، ونغطي ونسيبها بقى تاخد سواها على مهلها خالص. هي كده بدأت تخش في السوا. نبتدي نحضر بقى اي الفتة بتاعتنا. نجيب طبعا زيت مع الثوم، نشوحهم ونطفيهم بالخل، وبعد كده نضيف لهم الشوربة. طبعا نكون مكسرين العيش ونفرده في الطبق اللي هنقدم فيه. زي ما انتوا حاطينه بقى تحمروه في الفرن بالزيت والسمنه ويتحط في الفرن لحد ما يتقرمش كده. بنسقيه بالخلطه اللي عملناها اللي هي الثوم والخل والشوربه كبيت العيش. بعد كده نحط طبقة من الرز الأبيض طبعا العادي اللي هو اللي يعتبر المسلوق.
اطلع الكولا نحطها على الوش. نسيهم برضو بحطوا الخل والثوم والشرب اللي عملناها. طبعا في اللي بيحب صلصة بيحط، احنا عندنا ما بنحبش، بنعملها بنفس الطريقة دي. والهنا والشفا. رب اللي عجبه الفيديو يشترك في القناة ويشير لايك وزر تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي محفظ الريس. خلاص كده اتفضل.